حد هيزود حاجه ثانيه على الاوردر؟ زودي لي ربع كفته. طارق، هو انت مش هتجيب شوكر معانا؟ طارق يا جماعه الساعه لسه واحده، شكلكم قاعدين تصوموا ولا ايه؟ وده اللي حصل لطارق قبل المغرب. كلم بدل المطعم 10 وكلهم طبعا قالوا له لاست اوردر. ايه ده؟ انت رايح فين؟ ادخل زاحم بقى. طبعا بح، تلاقيهم حاجزين من امبارح. اتفاجئت يا طارق، شكلك انت اللي اول مره تصوم مش هم. الناس قالت لك تسكادول اوردرك معاهم من بدري. السنه دي في رمضان المين يسهلها عليك وعمل لك خدمه السكادولينج اوردر اللي هتخليك تعمل الاوردر في اي وقت من اليوم ويجي لك ساعه الفطار. كل اللي عليك تعمله اختار الاوردر ودوس على فطار عشان يجي لك في وقته. المينيوز خلاصه رمضان عندنا.